الأصل الثالث الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الدليل للإجماع أن المؤمنين لا يجمعون على ضلالة أبدا، فالإجماع حجة، الإجماع حجة قاطعة، الإجماع القولي حجة قاطعة، أما الإجماع السكوتي فإنه حجة ظنية، لأنه قد يكون هناك مخالف ولم يتبين، لكن إذا قال العلماء كلهم قالوا قولاً وأجمعوا عليه ولم يخالف فيه أحد فهو حجة قاطعة.